نزلان القرش، في عمري 21 عام، موديليست وستيليست وكنبيع الريب. من بعد ما شديت الدبلوم ديالي كنت خدمت في واحد الشركه، ولكن مرتاحيتش، حبست وانا بديت ديجا العام اللي فات، يعني في رمضان اللي فات. صافي، وانا واخا انا وواحد خالي ما خدامين ما والو، قلنا اجي نديرو انا ويا ايد في يد ونبداو المشروع ديالنا. بحكم ان خالي ديجا كانت عنده تجربه يعني في المحلابه، حيث كان تقريبا دوزها في محلابه، وانا كان انا ديجا عندي ليكسبيريونس يعني في البيع والشراء، فوالا صافي قلت لي علاش انت ما تصايبش وانا نبيع. مره كنعاونو صافي، ولكن انا اللي كنت كنبيع. من بعد رمضان وليت كندير هربل، يعني من ورا رمضان سالي عيد كبير كنت كندير هربل. ومات بابا الله يرحمه، وجلست واحد المده تقريبا شي 6 شهور ولا 7 شهور، ورجعت دابا ثاني للريب في رمضان. بالنسبه للعائله ديالي صراحه ما لقيتش معاهم مشكل. ماما كانت شويه كتخاف عليا بحكم ان دريه غتبيع الزنقه، يعني تخاف من شنو غادي يوقع في الزنقه، ولكن بابا الله يرحمه بالعكس كيقول لي سيري، يعني سيري جربي حظك اش فيها. وحتى خويا الاكبر يعني كنا يعني كنعاونوا بعضياتنا، يعني الا طاحت عليك شي فكره كلشي كيساندك من غير تخوف ديال ماما. صافي صراحه ما لقيتش دوك الصعوبات اللي انا كنت خايفه منهم، يعني كامرا يعني التحرش، نتعرض للشفره ولا شي حاجه، بالعكس ما لقيتهمش كاع، كنت خايفه منهم بزاف، ولكن الحمد لله بالعكس الناس كيحترموني. يعني شي دراري يعني تقدري تخافي منهم ديري منهم اتونسيون، ولكن بالعكس هما اللي كنلقاهم معايا، يعني بالعكس لقيت معاهم لقيت زعما سهولات بزاف مع الناس، ما لقيتش مشاكل، كيتعاملوا معايا الناس زوين وكيتصرفوا معايا زوين. وبالاخص هذا العام بحكم انني وليت كنصور لي فيديو بزاف، وليت كنبارطاجي لي فلوغ معاهم وهادي، بالعكس كنلقى الناس كيحبوني اكثر من العام اللي فات، يعني الناس تقبلوني اكثر. بالنسبه لعبد السلام صواب، شاف ديجا لي فيديو ديالي اللي كنلوحهم اللي كنديرهم في تيك توك، وصيفط لي في انستغرام، قال لي يا غزلان شكرني ودوا معايا صراحه زوين، وقال لي واش نقدر نجي عندك؟ قلت له مرحبا. صافي وريته فين انا كاينه وجا عندي، ولونصا واحد التحدي مع الناس اللي عنده في فيسبوك، دا معايا واحد لا فيديو، فوالا قال لهم انا غادي ندير مع غنبيع مع غزلان الرايب نهار فلان فلاني، وصافي جو عندي الناس والحمد لله. بصراحه انا كنقدم لهم واحد الرساله اللي هي خدموا واخا تقراو. مثلا كاينين الناس اللي كيقراو ما لقاوش خدمه، كيجلسوا كيكتئبوا كيمرضوا في نفسيتهم، كي يعني كيوليو عايشين يقدروا كاع يتمرضوا، فهمتي؟ يعني انا كنقدم لهم نصيحه ديال انكم نتوما خصكم تكبروا بواحد العقليه اللي هي قراو باش توعاو. حتى الا خدمتي بالقرايه مزيان، ما خدمتيش بها ماشي تحطم راسك وتمرض راسك، بالعكس ممكن شي حاجه اخرى الا خدمتي عليها غتصدق لك اكثر من داكشي اللي قريتي عليه. فوالا شنو بغيت نقول للناس. شكرا لكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.